هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير. السلام عليكم شيرات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نبداو الفيديو كما العاده بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبيباتي اليوم جيتكم فيديو خفيف ظريف، بغيت نخدم معكم مشايخه تخدميها في الدار خير من اللي تشريها من برا. الاولى تعرفي شن حطت فيها، ميم زعما تخرج ريحتها ما نحكي لكمش، يعني ديروها في الحريره ولا في المعقوده، روعه. مع راه جاي رمضان، انا يا كنت نديرها في الحريره، ما يضربك مانيش نديرها في الحريره، راني ندير غير الكرويه وتجي ذوق رائع، نستحقها في المعقوده بزاف. بغيت نخلطها معكم، بغيت انا نوجدها رمضان، بغيت نخلطها معكم باش تشوفوا المكونات اللي يكونوا فيها. تبع معايا الوصفه. جبت هنا الغرفيه اللي غادي نخلط فيها، وغادي نحسب بالمغرف، بالمغرف هذه صغيره. عندي مغرف كمون كما راكم تشوفوا، كمون اني معمرتها راها بومبي، مغرف كمون، مغرف كرويه، مغرف كركم، مغرف سكنجبير، اني ديما نحسب بهذه المغرف الصغيره، مغرف عرق الاحمر، مغرف فلفل الاحمر الحلو، ماشي الحار، واللي تبغي دير الحار دير الحار، مغرف كبابه، نص مغرف قرفه مطحونه، نص مغرف حلبه، راكم تشوفوا ما رانيش معمرتها بزاف، نص مغرف حلبه. دركا غادي نخلطها مليح. كاين يدير البسباس، كاين يدير حبه الحلاوه، ثانيك مطحون، انا نفضلها هكاك وصاي، هذه بهذه الطريقه نخدمها، هذه الطريقه ديتها على امي. هذه حما نحكي لكمش، تحسبوا راني عند العطار عند العشاق. خلطوها مليح كيما هكاك. كاين اللي يديرها في الحريره، ناس الغرب هنايا بزاف يديروها في الحريره، بصح انايا صايم وليت نعتمد على الكرويه وحدها في الحريره. هذه نديرها غير في المعقوده، نفيق الله يحرقني راها قاطعه هكاك، ونديروها في بواط في بلارة كيما هاك، ونحتفظوا بها كي نبغوا نستعملوها نستعملو. واجدة تخدميها انتيا في الدار احسن، تشريها برا. وكل واحد والطريقة تاعه، اللي يحتمدها في المشايخة ولا راس الحانوت هاكا. نخلوها في بلاره ونبلعوا ليها. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم ويكون مفيد، وان شاء الله تجربوا هذه الطريقه. ما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير، والى فيديو اخر. سلام.